بداية ودون مقدمات، مثلما أن جمود الإنسان وتحجره السياسي والفكري وعدم قيامه بمراجعات نقدية مستمرة على مواقفه يعتبر نقيصة وخللا، فإن الإفراط في جلد الذات أيضا وتقمص الضعف وقلة الحيلة يعتبر نقيصة وخطيئة وعلامة عجز. أسوق هذه المقاربة لأن المجاهدين لا يطيقون سمعا لكل نائح وباك على قارعة السياسة، والمرابطون يضيقون ذرعا بكل مزايد ومتاجر ومساوم على قضايانا الكبرى، وهذا ما حدث تماما لدى عدد من الأطراف الدولية المتخاذلة والمتقاعسة عندما أطلق العنان لتسويق ما يسمى بصفقة القرن. ماذا حدث بعد ذلك؟ فورا نصبت جلسات البكاء العامة، وفورا قيل أن القضية الفلسطينية انتهت وتمت تصفيتها، وهناك من ردد خذوا ما يقدم لكم الآن حتى لا يأتي يوم لا تجدون فيه شيئا يقدم لكم. إن هذا النوع من الخطاب مضلل ومراوغ، ويلبس الحق بالباطل، ويقفز إلى استنتاجات لا تمت إلى الحقيقة بصلة. وهذا النوع من الخطاب يرد عليه بالتالي: صفقة القرن ولدت ميتة، ولن تنفع ألف إدارة وألف مؤسسة دعاية وإعلان في تسويقها، من الرباط إلى جاكرتا. الأوروبيين غير متحمسين ويدركون عدم واقعيتها واستحالة قبولها وتطبيقها. المفارقة هذه المرة أن أصوات أمريكية ويهودية كثيرة أبدت رفضها لهذا المشروع. من بقى إذن؟ لا أحد. أنا لا أبالغ هنا، لا أحد مع هذه الصيغة المسخ لتسوية افتراضية مضحكة. صفقة القرن لن تبرم. يريدون منا بيع أرضنا وخذلان شعبنا والتنازل عن تاريخنا وإهانة كراماتنا والطعن بعزتنا وشموخنا، مقابل ماذا؟ وحتى نصل إلى تلك النقطة التي تبذل فيها الجهود الدولية لخلق أرضية مواتية لتسوية عادلة ومنصفة، سنظل نحن متمترسين وراء رفضنا، وسنظل مستمرين في كفاحنا، في مقاومتنا، في صوغ خطابنا الموجه إلى كل دوائرنا العربية والقارية والدولية. هم يريدوننا أن ننقل فلسطين من المركزية إلى الثانوية، ومن المتن إلى الهامش، ومن ساحة اللعب والصراع إلى مقاعد المتفرجين، وهذا لن يحدث. وما ضاع حق وراءه مطالب، ستعود فلسطين وستعود القدس عاجلاً أم آجلاً، فذلك وعد غير مكذوب. وفي الختام وباختصار شديد، نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم، أقول: هذه وثائق ومستندات ما يسمى بصفقة القرن، مكانها المناسب والحقيقي هو مزبلة التاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.